تساعدينا باخر فقره من صباحنا لليوم. وين وصلنا؟ وصلنا لفقرتنا الأخيرة مثل ما قلتي سالي، ورح نحكي فيها عن الهدف الذكي والتخطيط بحياتنا اليومية. شو هو الهدف الذكي؟ شو اللي نقصد فيه؟ أكيد كل هالأسئلة رح تجاوبنا عليها نتالي الطويل، ماجستير إدارة أجودة بنظم الإدارة المتكاملة. يسعد لي صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم، أهلا فيكم. أهلا فيكي. يسعد صباحك نتالي. بداية كنا عم نحكي هلا نحن وياكي قبل ما نبلش فقرتنا على الهواء إنه الإنسان لازم يكون عنده هدف متوجه له ليقدر ينجح بحياته، لأنه مثل الإنسان ماشي بالطريق وما عارفان وين بده يروح بده يضيع. فقد ايه مهم، أو ما هو المقصود بتحديد الهدف؟ بعدين احنا بنحكي على الهدف الذكي. تمام. الهدف هو غاية بيسعى الشخص، سواء شخص أو منشأة أو فرد، بحياته اليومية ليحققه. طبعا له سمات لهذا الهدف اللي عم نحكي عنه، اللي هو الهدف الذكي. كلمة ذكي اللي هي سمارت ما اجت ككلمة اعتباطية كاسم، هي عبارة مشتقة من عدة احرف. فاس يعني انه يكون سبيسيفيك، محدد الهدف. الشخص يعرف شو الهدف اللي بده اياه او يحدده بشكل واضح، بعدين يكون هذا الهدف قابل للقياس، قد ايه انا انجزت منه لهذا الهدف لما بحطه ضمن اطار خطة زمنية. طبعا لازم يكون قابل للتحقيق، انه يكون ريلاستيك يعني منطقي، لوجيستيك ما يكون خارج نطاق انه انا اقدر حققه لهذا الهدف، بالاضافه انه اكون داعمه بموارد طبعا سواء ماديه او بشريه، واخر شيء يكون محدود باطار زمني. نعم. اي نعم. هدف لياخذ الشكل الصحيح لازم يكون محدده بفتره، مثلا بدايه انا امتى بدي بلش بالهدف وامتى بدي انهي من هذا الهدف، ضمن اطار زمني، واقدر انه اقيس هذا الهدف لاقدر قيمه قد ايه نسبه تحقيق هذا الهدف. نعم. طب خلينا نحكي عن يمكن وضع الخطه وتصويب الاهداف ايضا، كيف فينا نحن نحط خطوات لنقدر نحقق هذا الهدف؟ تمام. بداية بحب أعرف شو هي الخطة أو التخطيط. هي عبارة عن مجموعة خطوات، هالخطوات بتكون مربوطة بفترة زمنية، بموارد مادية وبشرية لأقدر حقق هذا الهدف اللي هو إلنا الهدف الذكي. فأنا متى ما حطيت الخطة تبعي بصير بقدر تابعه، واللي هي للأسف نحن كله بيهرب من موضوع التخطيط كخوف من موضوع التخطيط، وإلا هو كتير مهم. أي هدف على مستوى العيلة أو على مستوى منشأة، خاصة نحن هلا بالفصل الثاني مثلا في عندك الفحوصات البروفي والبكالوريا، بقول لهم أول شيء حطوا خطة، حطوا صح. الهدف انك انت بكل ماده شو حاطه ببالك، اسمي هالخطه بموارده، اسميها بفترات زمنيه وتابعي عليها. نعم. فمتى ما قدرتي انت تحددي هذا الموضوع بتقدري تشوفي قد ايه انت القياس، قد ايه انت مشيتي فيها بالتحقيق. نعم. نتالي، يمكن وضع الخطه هو بدايه لنحن نحقق شيء معين، ولكن تنفيذ الخطه يعني نحن بدنا ننفذ هي الخطه، مو بس نحن فينا نحط، هي اهم نقطه يمكن هلا رح تنوهي عليها نتالي، انه مو بس نحن نحط خطط ونرسم شغلات بدنا اياها واخر شيء نحن قاعدين مكاننا مكانك روح. قد ايه مهم التنفيذ، البدايه بالتنفيذ ونعرف شو بدنا ننفذ نحن. تمام. مشان هيك الهدف لازم يكون يتبعه بالخطة، اللي هي عبارة عن مجموعة أهداف، خطوات صغيرة، خطوات. مشان أنا ما ضل مثل ما قلتي ضل مكانك راوح، لازم حط لك كل هدف عدة أهداف صغيرة. بصير بقيس كل هدف بعرف حالي عم بتقدم بتحقيق الهدف الأساسي، واللي هو بسموه التخطيط التشغيلي. عندنا أنواع للخطط، اللي هي عبارة عن الخطة الاستراتيجية اللي هي على المدى البعيد، اللي قلنا مثلاً بروفي أو بكالوريا أو بمنشأة صناعية، طبعاً الهدف وضع الهدف بأي منحة من حياتنا اليومية سواء بعائلتنا الصغيرة أو بمنشآتنا الصناعية الخدمية إلى آخره. فأنا متى ما حطيت هالأهداف وحطيت لهم هالإطار بصير بعمل شيء اسمه خطة تشغيلية اللي هي اليومية. في عندك شيء استراتيجي للمدى الطويل، الأمد الطويل، وبيتبعها بالخطة التكتيكية والخطة التشغيلية. هدول الخطتين بيدعموا بيعملوا سبور للخطة الأساسية اللي هي الاستراتيجية للمدى الطويل. مثل ما تفضلتي بصير أنا بعرف حالي وين تمام، تلاقي بيحطوا خطط وما عم بيعرفوا وين هنين تمام، وين أنا بأنه مرحلة من صح. تحقيق صحيح. هذا الهدف صحيح. طب في معوقات ممكن أنه تعرقل الخطة الصحيحة، ممكن أنه تمر بعرقلة معينة؟ أكثر عرقلة بلاحظها أنا خلال عملي يعني اللي هي عندنا الموضوع الاستعجال، يعني أنا بدي أحقق الهدف بدون ما أدرسه،
هي أول شيء. عندك الخوف من التخطيط والجهل من هذا الموضوع. بلاقي كلمة تخطيط كلمة ضخمة لها وهرة، لا هي موضوع بسيط، برسم عبارة عن برنامج بدعمه بموارده، بدعمه بالتوقيت الزمني المناسب، وبحط هذا الموضوع تحت الدراسة والتنفيذ. فأكثر شيء نحن عنا مثل ما قلت لك الاستعجال، عدم تحديد المسؤولية. تلاقي لما دائما بتحطي برنامج أو بتحطي خطة صارت تتضح أنه عندي لكل خطة هالهدف الصغير صار له مسؤولية تحقيق هالبرنامج الصغير يعني. نعم. فهذا بيعمل مثل ما بيقولوا خوف من موضوع التخطيط، فهي أكثر المعوقات أنه نحن بنخاف من شيء اللي بنجهله. نعم. إجمالا. نعم. يمكن حكيتي على مصطلح هو التخطيط التشغيلي، بيفرق شيء عن الاستراتيجيات أو الاستراتيجي؟ قديش شو الفرق بين الاستراتيجي والتشغيلي؟ التخطيط الاستراتيجي هو تمويل للأمد لفترة طويلة، بتحطيه سنوي أو مثلا 3 سنوات أو 5 سنوات، بينما التشغيلي هو الداعم للاستراتيجي، بيجي يومي كعمليات يومية. يعني أنت بخطتك الاستراتيجية بتعتمدي على خطط تشغيلية بسيطة عشان تدعمي الاستراتيجية طويلة الأمد. دائما التشغيلية هي قصيرة الأمد، يومية بتلاقيها. نعم. طيب كيف الشخص أنه يحدد أهدافه بطريقة صحيحة ويقدر ينجزها؟ يعني دائما نحط أهداف أو خطة معينة بس لا تنجز 100% أو لا تنجز أبدا، فخلينا نحكي كمان عن تمام. أول نقطة أعرف إمكانياتي، هي كتير مهمة، أعرف إمكانيات الشخص انه هو قدران يحقق هذا الهدف، زائد ادرس الخط الهدف كسمارت مثل ما قلنا، اقدر حدده، اقدر ادعمه بموارده. انا حاطه هدف بس ما عندي الموارد المناسبه له، سواء انا معنويا ما عندي امكانيات لتحقيقه او ماديا ماني قدران اربطه بفتره زمنيه. انا مثلا بدي بعد بكره ساوي الهدف الفلاني، هو بده فتره زمنيه اكثر، فبتلاحظي ما بيقدر، بيفشل بتحقيق هذا الهدف. يعني بدي ادرسه من جميع النواحي تبعه، والاساس مثل ما قلت لك اعرف الامكانيات، الموارد، الوقت والمسؤوليات اللي انا بدي احددها، وجزئ الهدف. نعم. تجزئ الهدف الكبير لخطوات بسيطه كثير. نعم. بيساعد لتحقيق الهدف الكبير، الرؤيه، الفيجن الاساسيه. نعم. يعني نتالي يمكن حكيتي نقاطك كثير مهمه، ويمكن دائما نحن لنحقق الهدف اللي نحن بدنا اياه او الهدف خلينا نقول الذكي اللي نحن بنطمح له، بدنا نواجه كثير قصص بالحياه، ولكن مواجهه المعوقات وتجاوزها وعدم الاحباط من اول خطوه نحن عم نمشي فيها لنحقق الهدف قد ايه مهم. لما بدرس الهدف تحقيقه بشكل صح ما بيصير عندي هالمعوقات ابدا ابدا، ولا ظروف حياتيه. في عندك ظروف حياتيه بتحطي بلان 2، بعض الامور اللي هي من صفات الخطه المرونه. طبعا في عندك المرونه الشموليه، الالتزام بوضع الخطه. نعم. المرونه يعني صار عندي معوقات وما في خطه ما ممكن يطلع عليها طارئ معين، فانا بدي اكون مرنه احط البدائل. وحتى انا وعم بحط الخطه دائما لازم يكون ببالي البلان بي اللي هي الخطه رقم 2 البدائل. نعم. فمتى ما حطيتي انت المعوقات امامك صرتي تقدري تحطي حلول هالمعوقات. حلو. فبتحطيها ضمن بند انه ببالي كملاحظه از نوت، يعني انه انا لازم احط بدائل لهالمعوقات. نعم. نصيحه اخيره بتحبي توجهيها لكل اللي هلا بدهم يبلشوا بهدف معين او يوضعوا خطط لهدف معين، شو بتحبي تقولي لهم؟ برمجه الهدف اساسيه، وضع هدف ذكي دوما ودوما قابل تقييم للتحقيق. قابل للتحقيق وتقييم الهدف. صح. نحن دوما بنحط الاهداف تبعنا بنحققها بس بننسى موضوع تقييم الهدف. تقييم الهدف لازم يعتمد على الهدف انه يكون قابل للقياس، يعني ميجربل. لما انا بقدر اقيس هدفي قد ايه حققت فيه 70 او 80% بقدر قيمه، واعتمادا على هالتقييم بقدر احط الهدف اللي حلو. بعده تماما. نعم. يعني استاذه نتالي اليوم موضوعنا كثير مهم وكتير بيساعد اللي عندهم أهداف، اللي عندهم طموحات، يلي أحلامهم كبيرة مثل ما بيقولوا، إنه يحققوا هذا الشيء بطريقة مثل ما قلتي مدروسة مدروسة منظمة مخطط لها. بدنا نتشكر بوجودك معنا اليوم. شكرا. إن شاء الله نكون لنا هيك مواضيع تانية كمان بنفس الأهمية لهذا الموضوع. شكرا 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 لوجودك معنا. ميرسي. وعلى كل المعلومات اللي عطيتينا اياها. شكرا لك. سعيد. ميرسي.